مرحبا، رح نعمل مع بعض اليوم صيادية السمك. هستخدم فيها سمك سلمون، بصل، ثوم، كزبرة، وبهارات، والرز. لحطهم شوية زيت عافية، ولحط معهم معلقتين سمن، خلص عشان يعطي نكهة طيبة. رح نحط البصل، رح اتركه لحد ما يسود. لحط فوق هون الثوم، ولحط فوق هون البهارات المشكلة كلها، بهارات معروفة، بهارات سمك، قرفة، كمون، البصل، ثوم، زنجبيل، كله مشكل. نضل نحرك بالبصل مثل ما انتم شايفين عشان كله يكون نفس اللون اللي بدي اياه. هلا لحط شوية كزبرة، بخلي شوي لبعدين، وهلا رح ضيف السمك فوقه عشان ياخد النكهة واللون. هلا بعد ما قليته مع نكهة البصل رح حاول شيله. مع شوية بصل رح نضيف مي. جيبي لي المي. حطي حطي وخليه ياخذ لون السواد. شفتوا كيف تغير لون المي؟ بس لخليه يغلي. لحط هلا شوية هملايا، ملح، خلص. ورح نكب الرز، هحط نص كمية الرز. تمام، هلا رح ارجع كب فوقها السمك اللي طلعته مع البصل، ورح وزعه بطريقة ورح ارجع كب باقي الرز. رح نعمله بهالطريقة، ورح كب فوقه كمان شوية كزبرة، رح نسكر الطنجرة. زيدي مي بس يغلي، رح نحطه ورا على نار هادية. تمام، وهيك بعد ما خلص وصبيناه بالصحن زيناه باللوز والبصل المحروق والحامض والكزبرة. ويعطيكم العافية على المتابعة، وما تنسوني من الشير واللايك والسبسكرايب، والله معكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك، وشكرا لكم.